في تاريخ الكروي الممتع. وبعدين زي ما قلت لك كان له بصمات كتيرة ومؤثرة في مشوار البطولة، عانى كثيرا حتى يصل إلى هذه اللحظة. فالنهاردة استاد لوسيل وصلوا ان نوصل في استاد لوسيل نشوف اللقطة التاريخية دي. جميل، بس البشت يشيل كاس العالم. انا التفاصيل قطر ما سابتش لحاجة للصدح ولا للحظ. من منصة التتويج للحظة التتويج ميسي، فشابوه القطر وشابوه لميسي. هو البشت في قطر يلبس اما في الزواج ايوه او في حفل التخرج اذا كنت من خريجين جامعة قطر. فانت عملت حاجة هو جديدة. هو خلص جامعة كرة القدم وتوج في يوم تتويجه عريس لحظة حلوة، لحظة ايقونية مرتبطة بالتراث بتاع الخليج وقطر. البشت يعني بقى الامير ميسي، عصام قال عليه الشيخ ميسي، انا اقول عليه الامير ميسي لانه دخل قلوب الجميع. انا قلت قبل المباراة محمد 90% من كوكب الارض عاوز ميسي ياخد البطولة، وده حقق وده حصل. دايما الصورة المرتبطة بالمقارنات ما بين مارادونا وميسي. تتابع الاجيال تسليم